ثلاث قوانين دول هتاخدهم في درس ان شاء الله، والدرس اللي بعده تطبيقات عليه، والدرس اللي بعده تطبيقات عليه. يعني الثلاث معادلات دي كانها اهم ثلاث معادلات عندك في المنهج. سيب بقى كده خالص، سيب الكتاب ده خالص وركز معايا فيهم. وهنشوف المعادلات دي بتقول ايه وبتربط لنا بالمين، ازاي بستنتجها وازاي بستخدمها. لان خلي بالك بناء على الامتحان التجريبي كده لا يقل عن نص الامتحان هتلاقيه مبني على معادلات الحركه بعجله. احنا اتفقنا ان الجسم المتحرك بعجله منتظمه، انا لو عايز اوصف حركته هستخدم خمس كميات فيزيائيه مهمه جدا. الكميه الاولى السرعه الابتدائيه اللي احنا هنسميها مين يا شباب؟ الفي اي، السرعه يعني السرعه عند بدايه دراسه الحركه. مش دايما السرعه الابتدائيه بصفر، السرعه الابتدائيه بصفر لما يقول ان الجسم بدا حركته منين؟ من السخونه. طيب والسرعه في نهايه الحركه هنسميها الفي 5، يبقى دي السرعه النهائيه. والعجله اللي هيكتسبها الجسم ايه؟ والزمن اللي هيستغرقه الجسم في الحركه تي، والمسافه او الازاحه التي سيقطعها او يحدثها الجسم هنسميها الدي. المعادلات، معادلات الحركه بعجله منتظمه ثلاث معادلات رياضيه تربط الخمس كميات دي ببعضها. يعني المعادله الواحده هتربط الخمسه؟ قال لي لا، مفيش معادله بتربط الخمسه مع بعض. كل معادله من الثلاثه بتربط اربع متغيرات وتهمل واحد. لذلك حاطين لك ثلاث معادلات تغطي كل حالات الحركه بعجله ايه؟ منتظمه. المعادلات ليها اسماء، حتى اسماء المعادلات مهمه بالنسبه لي. المعادله الاولى سميها معادله السرعه الزمن. يعني كانك عايز علاقه رياضيه لحساب السرعه النهائيه باستخدام مين؟ باستخدام الزمن. مش هنكتب صيغه المعادله، الاول هنستنتجها. والاستنتاج كان مطلوب مننا في الامتحانات التقليديه القديمه، كان مطلوب منك الاستنتاج. احنا هنستنتجها لنفسنا، نعرف بس جت منين، وبعدين نكتب قدام مننا صيغه هذه الايه؟ هذه المعادله. الاستنتاج بدا من معادله حساب او من قانون حساب العجله. العجله بتساوي ايه يا باشمهندس؟ دلتا في على دلتا تي. طب والدلتا دي بتفكها ايه؟ دلتا في، في فاينل، يعني العجله بتساوي السرعه النهائيه في فاينل ناقص الفي انيشال على زمن التغير. نضرب طرفين في وسطين، يبقى الفي اف ناقص الفي اي هتساوي مين؟ اف تي. هو عايز الفي فاينل في طرف. يعني لما احب اجيب الفي فاينل في طرف اتخلص من الفي اي ازاي؟ عديها الناحيه الثانيه باشاره موجبه، تطلع المعادله في صيغتها النهائيه الفي فاينل بتساوي في اي زائد اي في التي. هي نفس صوره من صور قانون العجله العادي، لكن حطها كمعادله مستقله بتقول ان الفي فاينل تساوي الفي انيشال زائد الاي مضروبه بالتي. الاولى سموها معادله السرعه الزمن، وهي صوره من صور قانون العجله، لكن انا ممكن استخدمها مباشره. المعادله دي هتلاحظ انها تربط اربع كميات اللي هم مين؟ في فاينل السرعه النهائيه، في انيشال السرعه الابتدائيه، العجله الزمن، لكنها تخلو من المسافه او الازاحه، ما فيهاش مسافه ولا ازاحه. فمش هتخدمني لو انا عايز احسب المسافه التي قطعها الجسم او الازاحه التي. المعادله الاولى ترسيم بياني. انا عندي احتمالين، عايزك تركز في الاحتمالين دول. الرسومات البيانيه جزء مهم جدا في الامتحان. لو هرسم علاقة بين السرعة النهائية والزمن، ادي في فاينل والزمن يا شباب. عندي احتمالين، لو الجسم هيبدأ حركته من السكون، لو عندنا الجسم الذي يتحرك بدأ حركته من السكون، الكلام ده معناه ان الفي انيشال هتكون بكام؟ هتكون بصفر. فلما ارسم العلاقة الجسم بدا حركته من السكون، خط مستقيم يمر بنقطه الاصل. ومرور بنقطه الاصل معناها عند بدايه الحركه، يعني اللحظه اللي الزمن فيها كان بصفر. كانت السرعه بكام؟ بصفر. يبقى الخط هيمر بنقطه الايه؟ الاصل. ايه
العلاقة اللي تمثل هذا الشكل؟ يعني إيه صورة العجلة دي يا رامز في حالة بدء الجسم بسرعة من السكون؟ هنقول له إذا الـ V final بتساوي V initial بصفر، خلاص مش محتاج أكتبها. يبقى هكتب على طول مين؟ الـ A في الـ T. وقيمة الميل هنا هيساوي مين؟ ها؟ هيساوي إيه؟ العجلة المباشرة. يعني لما يرسم لنا الشكل ده ويقول لي هذا الجسم يتحرك من السكون ولا بدأ بسرعه؟ لا، بدأ من السكون. ايه دليلك؟ ان لما الزمن كان صفر، يعني عند بدايه الدراسه كانت السرعه الابتدائيه بصفر. مين الخط المستقيم يمثل مين؟ العجله التي يتحرك بها الجسم. طيب ايه الفرق بين الشكل ده؟ العلاقه البيانيه دي هنا تي هنا في. طيب بس نسجلها بخط مستقيم بدا من هنا. ايه الفرق بين دي ودي؟ كلاهما جسم يتحرك بعجله منتظمه تزايديه، بس ده ما بداش من هنا. يعني هنا يا شباب النقطه دي تمثل ايه بالنسبه لي؟ هي دي قيمه الفي انيشن. يعني هنا الجسم لم يبدا من هنا، لم يبدا من السكون. والمعادله هنا هتبقى المعادله كامله، الفي فاينل تساوي الفي انيشيال زائد اي في تي. والميل، الميل بنفس القيمه، الميل بيساوي العجله. يبقى الشكل ده وده مشتركين في حاجه، كلاهما حركه بعجله منتظمه تزايديه انجبه. يعني الفرق بين ده وده ان ده بدا من السكون، هنا الجسم لم يبدا حركته من السكون. طيب الشكل الثالث، الاحتمال الثالث لرسم العلاقه البيانيه لهذه المعادله، هرسم الـ V final على المحور الرأسي والـ T على المحور الأفقي، وتفاجأ إن الخط طالع كده. ده معناه إيه؟ أولًا هل الجسم بدأ من السكون؟ لا طبعًا، آدي الـ V initial أهي، قيمة الـ V initial. يبقى الجسم هنا بدأ من السكون ولا لأ؟ لا، لم يبدأ من السكون. إيه دليلك؟ إن الزمن لما كان صفر كانت السرعة ليست بصفر، لها قيمة. طيب الجسم ده بيتحرك بعجلة تزايدية ولا تناقصية؟ يبقى الجسم يتحرك بعجلة تناقصية. تمام؟ تناقصية يعني إيه يا شباب؟ سالبة. والميل، قيمة الميل عكسها برضه العجلة. بس ميل الخط ده يطلع بسالب، أيوه، العجلة كمان هتطلع بإشارة إيه؟ سالب. يعني لما احب اعوض في القانون ان الفي فاينل هتساوي الفي انيشيال زائد الاي في التي، هتفاجئ ان العجله هتكون باشاره ايه؟ العجله هتكون باشاره سالبه. واحنا متفقين ان الكميه الوحيده اللي ممكن تكون باشاره سالبه هي ايه؟ هي العجله. عمر السرعه ما هتكون سالبه، ولا الزمن هيكون سالب، ولا المسافه سالبه. الكميه الوحيده اللي هتكون باشاره سالبه هي ايه؟ هي العجله. يبقى المعادله الاولى، نص المعادلة V final يساوي V initial زائد F T. الرسم البياني للمعادلة يا شباب عندي ثلاث احتمالات، يا إما بدأ من الصفر، يا إما لم يبدأ من الصفر. جت على هذا الموضوع؟ نعم. بقى في المسألة إن الجسم بدأ حركته من السكون. أنا هدرس حركة السيارة دي، فمسكت الستوب ووتش، ساعة ما شغلته كانت السرعة كام؟ صفر. وبدأت أدرس حركة السيارة، السرعة بيحصل لها هنا رامز خط منتظم، يبقى دي عجله منتظمه تزايديه. والسرعه الابتدائيه بكام؟ صفر، تطلع بالشكل ده. لا انا مش هدرس الجسم بالوسائل، انا بقول لك احنا هنتكلم عن السياره المتحركه. لحظه ما قلت لك بص للسياره وشغلت الستوب ووتش بتاعك، السياره متحركه ولا ساكنه؟ يعني سرعتها الابتدائيه صفر؟ لا مش بسرعه. وبعدين ساعة ما بصيت على السيارة لقيت سواق السيارة بيدوس بنزين. يعني العجلة بيحصلها ايه؟ السرعة بتزيد بمعدل منخفض. يبقى لما اجي ارسمها بيانيا اقول ان الجسم لم يبدأ من السكون وسرعته بتزيد. طيب انا قلت لك هندرس حركة السيارة دي، لحظة ما بصينا على السيارة وشغلنا الستوب ووتش هو ضغط فراغ. يبقى سرعته الابتدائية هنا صفر ولا مش بصفر؟ مش بصفر. طب وسرعته حصلها ايه؟ يبقى دي عجله ايه؟ يبقى انا عندي ثلاث احتمالات، يا
يا بدأ من السكون، وبدأ من السكون ملهاش احتمالات، يعني بدأ من السكون مستحيل تكون العجلة تناقصية. بدأ من السكون فبدأ بالتالي السرعة هتزيد. بس موضوع ال 100 بيساوي العجلة. ال 100 بيساوي العجلة احنا من الأول إن لما أرسم علاقة بيانية بين ال V وال T وأجيب لها الميل، الميل بيساوي إيه أصلاً رياضياً؟ فرق الصادات على فرق ها؟ ده لما يكون المسافة أو الإزاحة مش الصوت. ده المسافة والإزاحة كده ها؟ لما يكون مسافة وإزاحة هي دي السرعة. مظبوطة جداً. تعالى نشوف المثال الأول بيقول إيه؟ إذا كانت سرعة الجسم تحسب من العلاقة 2 تي بتساوي ثلث في اف ناقص 4. طب انا مش مديني معطيات لكن مديني علاقه، انا ممكن انظم العلاقه دي اظبطها لتصبح مشابهه للمعادله الاولى. طب المعادله الاولى كانت بتقول ان الفي فاينل بتساوي في انيشال زائد الاي في تي، يبقى اول حاجه انا عايز الفي فاينل تكون في طرف تمام، وتكون في فاينل معاملها بواحد ما يكونش قدامها اي حاجه. يبقى انا عايز اتخلص الاول من مين هنا؟ من التلت. ازاي اتخلص من التلت؟ او اضرب طرفي المعادله في ثلاثه. اسهل يعني. يعني هنقول ايه؟ نضرب المعادله كلها بايه يا شباب؟ نضرب المعادله كلها في ثلاثه. فهيصبح شكل المعادله ايه؟ 6 تي تساوي في اف ناقص كام يا شباب؟ 12. الخطوة الأخيرة إن أنا عايز الـ VF في طرف لوحدها، يبقى عايز أتخلص من مين؟ سالب 12، تعدي الناحية التانية بكام؟ بموجب 12، فيصبح الشكل الأخير للمعادلة V فاينل هتساوي 12 زائد 6 تي. أصبحت مماثلة تماماً للمعادلة الأولى، اللي هي كانت بتقول المعادلة الأولى؟ إن الـ V فاينل يا شباب بتساوي إيه؟ V initial زائد الـ A في T. فأصبح الموضوع مجرد مقارنة. مين اللي بيحل محل الـ V initial هنا في المعادلة اللي فوق؟ 12. يعني الـ V initial هنا بكام يا محمود؟ 12. يا حبيبي، كام هنا الـ V initial؟ ها؟ يبقى بمجرد المقارنة، الـ V initial بـ 12، يبقى الـ VI اللي هو طالبها السرعة الابتدائية تساوي 12 متر على الثانية. المطلوب الثاني العجلة. العجلة هنا هي معامل التي. طب مين معامل التي في المعادلة اللي فوق؟ 6. يبقى العجلة مباشرة بتساوي 6 وإشارتها موجبة. 6 متر على الثانية تربيع. أنا القانون؟ أنا القانون؟ عبد الأولى طبعًا. طبعًا. درس أنت قلت إن درس معادلات الحركة بعجلة منفصلة. ده المعادلة الأولى بتقول إن الفي فاينل. هو مديني المعادلة كل اللي عليك انك تخلي المعادلة على وزن المعادلة. يبقى الـ V initial مكانها هنا 12 العجلة، وخلي بالك العجلة بإشارتها، يعني مثلا لو العجلة هنا بسالب 6 يبقى أنا هقول له بسالب 6. العجلة هنا بموجب 6 طالب السرعة بعد 4 ثواني. ارجع للمعادلة اللي هو مديها لي بعد ما نظمتها كده وعوض عن التي بكام؟ 4، فهتطلع الـ V final بتساوي الـ V initial ب 12 زائد كام يا شباب؟ 6 في ايه؟ في 4، يبقى الـ V final هتساوي 6 في 4 24 زائد 12 يبقى 6 وايه؟ 36 متر لكل ثانية، متر على الثانية، سرعة نهائية. المعادلة الثانية بيقول، السؤال الثاني بيقول الإطار يتحرك بسرعة منتظمة. يعني السرعة المنتظمة دي بالنسبة لي هي السرعة الابتدائية. أنا مش عارفها كام. استخدم القائد الكابح ليحدث عجلة، يعني العجلة هنا بكام؟ هو بيقول بخمسة، أقول له طب هي بسالب 5 متر على الثانية تربيع. على أي أساس افترضت إنها سالبة؟ استخدم الكابح، يبقى السرعة هنا هتبدأ تتناقص، يعني العجلة تناقصية. هو ما قاليش لا هتعرف لوحدك، ما دام استخدمت الكابح يبقى العجلة هتكون بإشارة سالبة. يتوقف القطار، معنى المتوقف يعني الـ V final بكام؟ بصفر. خلال زمن الـ T بكام؟ 8 ثواني. أصبح المجهول الوحيد هو الـ V initial.
المعادلة الأولى مناسبة جدا للتطبيق في هذه الحالة. ليه؟ عند الـ V final موجودة، العجلة موجودة، الـ C موجودة، المجهول الوحيد بالنسبة لك هو الـ V initial. يبقى أنا هحط المعادلة الأول الـ V final بتساوي V initial زائد الـ A في الـ T. الـ V final بصفر، V initial مجهول. العجلة بكام يا شباب؟ سالب 5 والزمن 8. يعني معنى كده ان الـ V initial هتساوي 5 في 8 يعني كانت 40 متر لكل ثانية. يعني كان القطار يتحرك بسرعة 40 متر كل ثانية، ضغط السائق على الفرملة، أحدثت عجلة سالب 5 متر على الثانية تربيع، تسببت في توقفه خلال كام ثانية؟ خلال 8 ثواني. المثال الثالث بيقول لك سيارة تسير بسرعة، يبقى دي السرعة الابتدائية، مقدارها كام يا شباب؟ السرعة الابتدائية الـ V initial كانت بكام؟ 12 متر لكل ثانية. ضغط سائقها على دواسة البنزين، يعني السرعة هتبدأ دواسة البنزين هتسيب. تمام؟ يعني العجلة هنا عجلة منجبة، هو بيقول لي تكتسب عجلة قدرها كام؟ 2 متر لكل ثانية تربيع. احسب الزمن، يعني مين المجهول؟ تي اللازم لتضاعف سرعتها. يعني ايه كلمة تضاعف سرعتها يا محمود؟ ايه المقصود بان السرعة تتضاعف؟ السرعة النهائية ضعف السرعة الابتدائية، مش تربيع. دي يعني هتساوي 2 في 12، يعني الفي فاينل هتساوي 24 مثل كل ثانية تانية. أنا عندي كل حاجة موجودة، اللي مطلوب بس نعمل. هو بيقول لك لتتضاعف سرعتك عشان السرعة تتضاعف. يبقى أنا اللي المطلوب الوحيد عندي الزمن. المعادلة الأولى مهمة جدا، دي اس بتساوي دي ار اف تي. الدي اف هنا بكام يا شباب؟ 24 تساوي 12 زائد العجلة كام؟ 2 تي، يعني 24 ناقص 12 هتساوي 2 تي. إذا تي هتساوي 12 على 2 يعني 6 ثواني. ده الزمن اللازم يتضاعف.